قناة أهل الدار، قناة كل الأعمار، كل الأعمار. مشاهدينا، مثل ما عودتنا حكومتنا الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة على إيلاء الاهتمام الكبير بالأطفال والمراهقين، لذلك أصدرت الدولة عددا من القوانين والتشريعات المتعلقة بهم، كما أنشأت الوزارات المعنية واللجان المتخصصة بحمايتهم. وعلى هذا تتولى وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة مجلس إدارة القوى العالمية الافتراضية للVGT. لتعرفوا أكثر عن هالمواضيع مشاهدينا، تعالوا معنا ببرنامج أبناؤنا على دروب الخير. ترقبوا برنامج أبناؤنا على دروب الخير من تأليف الدكتور جاسم عبيد الزعابي، تتابعونه كل يوم أحد من كل أسبوع على قناة أهل الدار، معي أنا بتول حاجي عمر. يسعد أوقاتكم مشاهدينا، رجعنا لكم من جديد بحلقة جديدة من برنامجكم أبناؤنا على دروب الخير. حكينا عن الطفولة وحكينا عن المراهقة، وهلأ اجى دور نحكي عن الأسر. حلقتنا لليوم رح تستعرض أنواع الأسر وكيف المفروض تكون الأسر السوية، وشو هي علامات الأسر المضطربة وشو هي آثارها السلبية. الأسر نوعين، أسر سوية وأسر مضطربة. خلينا نعرف كيف منميز إذا كنا من أصحاب الأسر السوية أو إذا كنا عم نتبع تصرفات خاطئة بتؤدي لأنه نكون علاقتنا مع من حولنا بالأسرة مضطربة. أولا خلينا نحكي عن الأسرة المضطربة حتى نتجنب نعمل هاي الأشياء اللي بدي أذكرها لحتى نكون قدر الإمكان أسر سوية. أولاً، أفراد الأسر المضطربة ينتقدون بعضهم بعضاً كل الوقت، بتلاقيهم عم ينتقدوا تصرفات بعضهم. وهون بدي نوه على أمر كتير مهم، النقد بيفرق كتير عن الانتقاد. النقد أحياناً بيكون بناء، يعني أنا بذكر الأشياء السلبية وبنفس الوقت بذكر الأشياء الإيجابية، بينما الانتقاد أنا بركز فيه على الأشياء السلبية فقط. وهي هي الصفة اللي عم بحكي عنها بالأسر المضطربة، ابتعدوا عن ذكر الأشياء السلبية بأبنائكم، بأزواجكم، بزوجاتكم، وحاولوا أنه توازنوا ما بين ذكر الأشياء الإيجابية وذكر الأشياء السلبية. ولحتى تقدروا تعملوا هيك، ابتعدوا عن التعميم. لا تقولوا للأطفال أنت على طول مشاغب، أنت على طول بتخجلني قدام العالم. ثانياً، ابتعدوا عن
فكرة النقد دون التشجيع، مثل ما تنتقدوا أطفالكم أيضا تشجعوا أطفالكم. ابني أخذ علامة متدنية بالامتحان، بدل ما أقول للطفل علامتك جدا سيئة، أنت طفل كسول، رفقاتك أخذوا علامة أفضل منك، بستبدل كلامي بكلام إيجابي وبشجعه حتى المرة القادمة يأخذ علامة أفضل. بقول له هاي العلامة أخذتها هاي المرة، ولكن أنا شفت أنك عملت جهدك بالامتحان، خلينا المرة القادمة نجتهد أكثر حتى تكون علامتك أكبر، بس أنا بحبك بكل الأحوال وأنت طفل ذكي وشاطر. 2، لا يوفون بالعهود والوعود. يعني لما بدك توعد زوجتك أو طفلك بأي شيء نفذه، لا توعد إذا ما كنت قادر على التنفيذ. الأسر المضطربة دائما توعد أطفالها، أو الزوجة بتوعد زوجها، أو الزوج بيوعد زوجته وما بيكون فيه تنفيذ. هذا الشيء بيؤدي لعدم المصداقية بين الأطراف، وبالتالي الأسرة ما بتكون متشابكة. ثالثا، الأسر المضطربة بتكون فقيرة وجدانيا، ما بيعبروا عن المشاعر. كثير نحن بحاجة لحتى نعبر عن مشاعرنا لبعض، نعبر عن مشاعر الحب، نعبر عن مشاعر الحزن، نعاتب بعض، ويكون في انسجام وتوافق بين أفراد الأسرة. رابعا، يبالغون وجدانيا، يعني لا هيك ولا هيك، خلينا نتوازن، ما نبالغ جدا بمشاعرنا، وبنفس الوقت ما نكون عديمين التعبير عن المشاعر. خامسا، يقللون من قيمة النجاح ويشمتون في الفشل. يعني بتلاقي الأسر المضطربة لما حدا منهم بيفشل بيبقوا دائما عم يذكروا هذا الفشل اللي حصل معه، بدل ما يشجعوه أو بدل ما يحكوا عن الفشل بطريقة تخليه يتحفزوا على النجاح. شكرا كتير مشاهدينا لمتابعتكم لحلقة اليوم، نلتقي بحلقات لاحقة، ضلوا بألف خير. أرض الإمارات، دار زايد الخير، تنطلق قناة أهل الدار على موقع اليوتيوب، وتكون منصة إعلامية هادفة تسعى للتواصل مع كل الأعمار من خلال برامج وفقرات متميزة تحمل كل ما هو جديد ومفيد لأفراد المجتمع، وتقدم محتوى إعلامي استثنائي تحت شعار قناة أهل الدار، قناة كل الأعمار.